بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الكرام، بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان بلد ويقنه مزيدة يصدر مزيدة يترجى الصلاة من ترنت يترجى قف مقف ذي الصلاة، والملائكة من تسقطون يترجى الصلاة قارس اللهم اغفر يا رب التحمد يا رب الاستغفار قارسهم الحمي الحمي فق زي مزيدة، يعني من ترنت تقدم مزيدة انت الملائكة تدعيكس. ولهذا أحباب الكرام، الإنسان من غير مزيدة يسوي زي شريقين باش الملائكة أكيس الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم هذه المادة من موقع إسلامي نور.